بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم اخوكم نور الحق. النهاردة هنقدم لكم عربية زي ميكس ستار موديل 2021 كاملة بدون تكييف. عربية موديل 2021 كاملة بدون تكييف، زيرو موديل 2021. وهنقول لكم على سعرها، في نهاية الفيديو ان شاء الله. تعالوا الأول نعرف إمكانياتها ونعرف وصفها. العربية تقفيل محلي موديل 2021 زيرو. الصدر زي ما احنا شايفين كده قدام عينينا. عربية فيها فوانيس شبورة زي ما احنا شايفين كده من قدام. فيها شريط في الجنب. فيها طقم جنوط سبور زي ما احنا شايفين كده. موديل 2021 كاملة بدون تكييف. ده الله اكبر، يعني العربية تفتح النفس فعلا. فيها كماليات، فيها مراية خلفية زي ما احنا شايفين كده بفانوس الإشارة الخلفي اللي فوق ده، فانوس الإشارة الخلفي بالمراية الخلفية. وفيها كاميرا، كاميرا خلفية ده اللي قدامنا دي دلوقتي. بالإضافة بقى لأن العفشة وآلات الجر بتاعتها 200%، عربية ثابتة على الطريق وثبتت وجودها يعني. قلنا فيها طقم جنوط سبور وفيها مراية خلفية وفوانيس شبورة وكاميرا خلفية. ادي الجنب اليمين زي ما احنا شايفين كده البودي بتاعه. لا الله اكبر، يعني العربية طابلوه فني، وفيها امكانيات. الاضافة بقى لان المكنة بتاعتها الله اكبر عليها. ادي العربية من قدام زي ما احنا شايفين كده. نبص بقى على الدواخل من جوه. دواسة جلد في الارضية زي ما احنا شايفين. كسوة جلد للكراسي. العربية نازلة بكسوة جلد للكراسي. زي ما احنا شايفين كده نازلة بسقف عازل حراري زي ما احنا شايفين كده، يمنع تسلط الشمس على السواق والناس اللي معاه. الطابلوه بتاعها بقى زي ما احنا شايفين كده، الطابلون بتاعها في شاشة عرض للكاميرا الخلفية وتسجيل بواسطة USB. نازلة بثلاث نسخ مفاتيح زي ما احنا شايفين كده، وفرامل يد بالاضافة لفرامل القدم. وادي الكتيب بتاعها، شنطة العدة بتاعتها. هوايات امامية. لا العربية الله أكبر، يعني كماليات، يعني. نبص بقى على الصالون زي ما احنا شايفين كده، في مكان لشنطة العدة. المكان دوت لو انت هتحط فيه العدة بتاعت العربية، الكوريك يعني والمفاتيح والحاجات دي. نفس الكلام دوت في الوضع التاني، بالإضافة إلى لمبة زي ما احنا شايفين كده قدام عينينا. دواسة جلد في الارضية برضو، دواسة محترمة. كسوة جلد للكراسي برضو، حاجة محترمة كده. وكراسي طيارة زي ما احنا شايفين كده، كراسي قلاب وكراسي طيارة. وقلنا فيه السقف ده عازل حراري يمنع اشعة الشمس من هي تتسلط على السواق او الركاب اللي معاه.
هوايات خلفية زي ما احنا شايفين كده برضو داخل العربية. ده العربية الله أكبر، يعني حاجة تفتح النفس. العربية دي زي ميكس موديل 2021 كاملة بدون تكييف، هي ناقصها بس التكييف وتبقى كاملة كل حاجة، غير الكينج لونج المحلي اللي تبقى ما فيهاش أي كماليات نهائي ولا فيها أي رفاهية. العربية دي الكاش بتاعها عاملة 207، الكاش بتاعها 207 زي ميكس ستار موديل 2021 كاملة بدون تكييف، فيها فوانيس شبورة وفيها دواسة جلد وفيها كسوة جلد للكراسي وفيها كاميرا خلفية وفيها فانوس إشارة خلفي وفيها مراية خلفية. عربية الله أكبر عليها فعلا. يعني البيع برضو نقدا أو بالتقسيط المريح، والتقسيط بصورة البطاقة أنت وأي ضامن معاك، تدفع وتمضي وتستلم العربية وأنت واقف على طول. تقسيط مباشر بصورة البطاقة وبدون أي ضمانات بنكية، وتسليم فوري وأنت واقف على طول. كان معكم أخوكم نور الحق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا، وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.